تهدئة مشوبة بالتهديد هي حصيلة موقف الميليشيا الذي لخصه رئيس لجنتها الثورية محمد علي الحوثي في وقت تتواصل فيه استعدادات المؤتمر الشعبي العام لفعاليته التي ستقام هنا في ميدان السبعين في 24 من هذا الشهر. المراقبون ربطوا بين التهدئة المعلنة من جانب الميليشيا وبين أعنف موجة من القصف نفذها التحالف العربي على مواقع متفرقة في صنعاء في إطار ما اعتبروه تعيينا واضحا لأهداف تخص الميليشيا وتجمعاتها في محيط صنعاء، وتساؤلات مشروعة عما إذا كان التحالف قد دخل على خط الصراع في صنعاء مساندا قويا لأحد أطرافه. فقد استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تبت الأمن السياسي وعدة مواقع وتجمعات للميليشيا في منطقة شملان والصباحة وقاع القيضي وفي جبل الصمع بأرحب ومعسكر ريمة حميد في سنحان ومواقع في صرف وخشم البكرة. إحدى هذه الغارات استهدفت ما تسمى سرية التدخل السريع بقيادة أبو علي الجرموزي وأوقعت خسائر كبيرة في السرية وأفرادها بحسب الأنباء الواردة من صنعاء. الإعلامي التابع للميليشيا أسامة ساري اعتبر في تغريدة له قتل سرية التدخل السريع بأنهم ضحية للعبة عفاش. المؤتمر مدين باعتذار للجان الشعبية بحسب ما جاء في بيان الحوثي، فيما كانت هذه اللجان قد وجهت أقوى تهديدا للمخلوع صالح على خلفية ما اعتبرته عبارات مسيئة للجان. لكن الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رد بأن حزبه جاهز لكل الخيارات. عجلة الصراع دارت بين شركاء الانقلاب والحرب في صنعاء، وبقي أن يحدد أي منهما خياره الطوعي للانسحاب، لكن دون ذلك على ما يبدو حرب بدأ شبحها المخيف يطل على المدينة.